الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير زيارة لطهران الشهر المقبل للوساطة مع واشنطن. وقد أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران. провал политики диктата в международных отношениях и бесперспективность силового давления. Мы разделяем с кубинскими друзьями убежденность в неприемлемости нелегитимного санкционного прессинга и подтверждаем категорическое неприятие экономической. اعتقد ان ايران ترغب في الحوار. ان رغبوا في الحوار فنحن راغبون ايضا. اعرف ان رئيس الوزراء الياباني مقرب جدا من القياده في ايران، وهذا امر جيد. ليس هناك من يرغب في حدوث اشياء فظيعه خاصه انا. حول هذا الموضوع ينضم الينا من واشنطن الدبلوماسي السابق مسعود معلوف. اهلا وسهلا بك سيد معلوف. يعني بعد اسابيع من التصعيد الدبلوماسي والكلامي والتلويح بالتدخل العسكري، هل برايك تعد تصريحات ترامب الاخيره تحولا في الموقف الامريكي؟ بالواقع هذا الموقف الجديد الذي يبدو جديدا من ترامب ليس تحولا على الاطلاق برايي، فان ترامب منذ اللحظه الاولى من ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2015 انتقد بشدة الاتفاق النووي الإيراني، وقال أنه ينوي الخروج منه، ولكن أوضح في وقت في حينه أن خروجه من الاتفاق الإيراني هو بغاية إعادة التفاوض مع الإيرانيين من أجل الوصول إلى اتفاقية أكثر تكون ميالة أكثر إلى المصالح الأمريكية. هذه هي النقطة الأساسية. ومنذ ذلك الوقت ترامب يقول أنه يريد التفاوض مع الإيرانيين ولا يريد الحل. نعم، ولكن يعني بالمقارنة بالمقارنة مع اللهجة القاسية التي استخدمتها واشنطن، إدارة ترامب يعني تجاه المواقف الإيرانية، ألا يعتقد ذلك نوع من التغيير أو نوع من إبداء بعض المرونة والليونة تجاه طهران؟ نعم، علينا أن نرى هنا أن ترامب يستعمل لغة الحرب للوصول إلى التفاوض. ليس ذلك لأنه يحب التفاوض من أجل التفاوض، ولكن الشعب الأمريكي والمجتمع الأمريكي ليس جاهزا لأي حرب. وإن أي تفاوض حاليا وأي موقف تفاوضي من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة سيعتبره ترامب نوعا من الانتصار له، لأنه هذا ما كان يقوله دائما، أنه يريد التفاوض مع الإيرانيين للوصول إلى اتفاق أكثر ميولا إلى المصالح الأمريكية. هذه هي الغاية الأساسية من ترامب من مواقفه تجاه إيران، ولكن من اتجاه إيران نعم، ولكنه يستعمل لغة الحرب والتهديد والوعيد للوصول إلى هذه الغاية. ولكن بالنتيجة أنا لست متأكدا من أي نتيجة ستصل إليها المفاوضات في حال حصلت هذه المفاوضات، لأن سنوات طويلة جرت فيها مفاوضات بين الولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى إلى أن وصلنا إلى الاتفاق النووي المعروف، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستستطيع الوصول إلى اتفاقية. بهذا الإطار سيد معلوف، ماذا بخصوص دور الوساطة الذي قد تلعبه طوكيو لحل الأزمة؟ يعني من وجهة نظرك لماذا اليابان، وما هي الأدوات التي قد تستخدمها لإنجاح مهمة بهذا الحجم والتعقيد؟ طوكيو لها علاقات جيدة جدا مع إيران، فهي من أكثر الدول الزبائن للبترول الإيراني، وهي تبيع إيران الكثير من موادها المنتجة. وطوكيو واليابان لها علاقات ممتازة جدا مع الولايات المتحدة، وخاصة مع إدارة ترامب. ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي كان في واشنطن منذ أسابيع قليلة، والولايات المتحدة تنسق كثيرا في كثير من المواضيع مع اليابان. واليابان من هذا المنطلق تستطيع أن تقرب إلى حد ما وجهات النظر عبر تأمين مكان للمفاوضات، ولكن لا أعتقد أنا شخصيا أن اليابان تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في جوهر المفاوضات وفي التوصل إلى نتيجة. شكرا جزيلا لك الدبلوماسي السابق مسعود معلوف منضما إلينا من واشنطن.